السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نلعب لعبة بالدي الشرير. وفي اللعبة إذا ما كنتم تعرفون اللعبة أنك لازم تحل المسألات، وفي أحد المسألات راح يكتب لك خابط لخابط وراح تخطأ أكيد، وبعدين راح تكمل لازم تجمع 7 أسئلة صحيحة عشان تفوز باللعبة. فأنا اليوم راح أقول لكم طريقتين عشان تذكروا اللعبة وتجيبوا إجابات صحيحة. ويلا نبدأ. اوكي، في الاول ما راح يكون اي زيت من زيت من 16. اوكي، 1 - 6 يساوي -5، افعل -5. اوكي حلو، +1 معروفة 4، نعرف انه 4. اوكي، وانا انه الان نذهب الى المسائل الثانية. كملنا الحين 1 من 7 مسائل. راح يعطينا عملة كما تشوفون، عملة طائرة راح نقدرش ناخذها الحين، يعني وفتكينا ما راح نقدرش ناخذها. لما راح نختم اللعبه راح يديوها لنا. مهمه ما ادري ليش مهمه، بس المهم خلينا نكمل. راح نمشي للمساله الثانيه. خلينا ندخل. والله بسم الله توكلنا على الله. خلينا ندخل. اوكي، 1 - 4 -3 نافل، نكتب -3. اوكي، 5 + 4 تساوي 9 معروفة، نعم رأينا 9، اوكي، اوه يا خابيش خابط الخابيط. انا راح اقول لكم الكل كل بدون يعني شو، 3 - 1 3 - 1 بعد 3 - 1 تفعل 7 وراء 7 - 1 ووراء الواحد تفعل 8 وبس. شوفوا ايش راح يصير. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هكرنا اللعبة يعني. شوفوا بس هذه راح تكون المسألة والجواب الأول، والآن خلينا ننطلق في الجواب الثاني للخرابيش اللي خابط. وما راح أحرق عليكم أقول لكم إيش راح يصير، وبقوا معنا شوفوا إيش راح يصير. بس شوفوا شباب إيش صار في اللعبة، اللعبة هكرت. اوكي خلينا ندخل الحين عشان نجاوب جواب الثاني. ندخل. اهلا بالدي، شفناك مرات كثيرة. اوكي خلينا ندخل نحل المسألة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا ندخل نحل المسألة. 6 - 7 = 2 سهلة. نفعل او خطأ يا شباب. رد سوي 2 سوي -2 ايش يسوي الحين؟ اقدر اخرج حبيبي؟ لازم لنا اننا نخرج من اللعبة ونكررها، فبس راح نخرج ونكرر اللعبة. ايش مشكلة؟ اوكي كررناها الحين. اوكي راح ندخلنا. كيفالدي ثالث مرة اشوفك فيها، لا تسلم. اوكي دخلنا دخلنا دخلنا. ترينك 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 ترينك. 5 - 8 تساوي سالب 3، نعم 2 + 1 تساوي 3، 1 + 4 تساوي 5 سهلة. اوكي اوكي واخدناها، والان راح نمشي عشان نسوي الكود الثاني عشان راح تتهكر لأول مرة. خلينا نتحرك. الكود الاول والكود الثاني اثنينهم غريبين جدا. خلينا الحين نمشي. اوكي والباب 99 اللي فيه عملية يكون. اوكي دخلنا. اوكي والكتاب الازرق اللون الازرق. 6 + 6 تساوي 12 سهلة. اوكي 7 - 1 = 6 سهلة. نفعل رقم 6 والخبر شيء لا خبيث، الرقم صعب يكون. هاف شوفوا شباب يعني فيكس. ها بس هذا الرقم اسوي 5 - 3 - 0 - 4 وتسووا 5 - 0 واللي باقي سووا 3 أرقام أخرين من أي رقم موجود. المهم يكون 3 أرقام بعد دون الرقم، راح يقول لكم خطأ. بس لما راح تخرجون
سبحان الله سبحان الله، المدرسة انقلبت وبس كده. راح يكون انتهى الفيديو. قبل ما ننهي الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، وباش بيسا في فيديوهات اخرى. مع السلامة.